عايز تاني. خي نري الدراري موطور كتخرج من الدخان. يو السلام عليكم دراري دريات، اليوم جيناكم فيديو جديد، فيديو اللي هربان جرب بالصح. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. دونك الدراري اليوم جينا بكونسيبت جديد، وصراحه كونسيبت لي تحت ما داروا في المغرب. دونك الدراري غادي نجربوا موطور سيماتي ديالي في الرمله، واش غادي يمشي في الرمله ولا لا. دونك الدراري انتما تشوفوا في الفيديو واش يمشي في الرمله ولا لا. صراحه انا تصدمت منه ديال بصح. دونك الدراري بقوا معنا في الفيديو باش تعرفوا واش يمشي ولا لا. شحال مركب لها في سيناء؟ شحال؟ 125. ما بعد تبارك الله عليك. 110. دونك احنا الدراري قربنا من البلاصه اللي نجربوا فيها الموطور. غنجربوها في الاخر تاع عين الدياب، في البحر اللي في الاخر تاع عين الدياب اللي مورا المول. دونك الدراري احنا قربنا من الحقيقه واش غادي يمشي ولا لا. صافي الدراري وصلنا للبلاصه، وصلنا الوقت الحاسم. دونك انتما تشوفوا واش غادي يمشي في الرمله ولا لا. دونك كما تشوفوا هنا راه غادي يبقى غادي عادي بحال ما كنا الرمله، لا والو حتى باقي ما دخلنا في الرمله ديال بصح. كما كتشوفوا راه غادي عادي. هنا الدراري فين يبداو المشاكل ديال بصح. كتشوفوا الدراري عانيت ديال بصح باش ندخل الموطور الرمله الفازقه. او فلول صراحه كان غادي. ما الدراري ملي نبدا ندخل عاوتاني راه غادي نوحل ديال بصح. انتما تشوفوا في فيديو ثاني. دونك الدراري راه عانيت ديال بصح. ايوا حل بينا، خصوصا ان الرمله ولات غارقه وناشفه، كتبقى رويضه الدور ليها غير في بلاصتها. الدراري واخيرا وصلت رمل الفازقه. دونك موطور بقى غادي عادي بحال في الشانطي، غير هي رواد كدا تسلق شويه. ما تحكمت فيه صراحه. كما كتشوفوا الدراري الرويضه كتبقى تدور في بلاصه وكتبقى دريفتي. ووهو
انا كنت كنقلب على شي واحد لي فيلميني لقيت هاد السيد هذا خطورنا فيديو دغيا خطور فيديو انا الدراري معش تقل لي راسي سير في الماء دونك مشيت في الماء كما تشوف انا خرج على موطا خي ناري الدراري موطور كتخرج من الدخان ما عرفتش مالو الصراحة الدراري الدراري والله ما عرفتش مالو واخا قاسو الماء ولا شي بلان نعرف فيهم بقى جار وتا الخرجة عرفتي راه العذاب والله تا العذاب يا ربي خدم يا ربي واه ناري وعلى بلان الله ما بلان الدرع العادة شوف شو وقف الدراري خدم ليا وريا خدم الحمد لله كيما كتشوفوا انا الدراري خدم ليا موطور ما عرفتش كيفاش تخدم الصراحه دونك الدراري ما عرفت المشكل مناش وقال من الما حتى كانت الماكينه سخونه بزاف ملي مشيت بها في الماء يكون هذاك لو شوك تيرميك اللي حبس لي الماكينه اللي خسرها غلط اللي درت هو مشيت في الماء ما خاصنيش وقيلا نتمشى في الماء دونك الدراري هنا نوحلو عاوتاني فانا طلعت الدراري موطور بزز جاو عاونوني واحد الدراري دونك انا الدراري شكون لافان تاع لا فيديو ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتبارطاجيو مع دراري صحابكم باش يشوفوا بنا موطور ماشي جا الرمله الصراحه
ونخليكم فيديو زين ان شاء الله ما تعطلش عليكم الدراري. بيس.